السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناة الزيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. حبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في السوق الأسبوعي باثنين بن حميد قليم سطات، واللي ما عرفهاش كاينة في المملكة المغربية. هالخيرة تنوري الجالية المغربية والناس مولي المدن الكبرى بالمملكة المغربية. وكل مشاهد قناة الزيتون مرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن، احبابنا اهلا وسهلا بكم جميعا. عيالات رجال بنات ولاد، بتاريخ 8/1/2024 مدينة عبد محمد معيط هنايا. عبد الامين ومعيط. معدي مرقول. معدي مرقول. اي مرحبا، هذاك الحاج. انت كي داير؟ لا بس كيما تشوفوا انت الخيرات ديما عند لامين تاع الكزاره وعزاو جيلاني ومحمد معي. هادو راه صحابنا ولاد بحال الله يعمرها. مرحبا مرحبا. كاين المليح، كاين المليح، كاين المليح. عارفو عارفوه وانا عارف عارف. ها؟ ما يهش بزاف هذا. ياك على حسابك. تبارك الله. لا ما عندي ما نقول، المليح كاين. لحمة حمراء وزينات كما تشوفوا معنا عند محمد معيط ومعزق والجيلاني. هنا في السوق الأسبوعي بالاثنين بن حميد. صحابنا ياك اقول لك هذوك عبرتي من الحاج حيت صاحبك زعما. احنا ما نقصروش هو بحال بحال. عارفين 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 عارفين. الله يعطيك الخير. الله الله يا ودي يا سي الحاج، الله يسترك. اللي جا عندنا كيما جا نوع ديالو نتلاو فيه. شكرا لك. الله يحفظك يا سي. جينا مرة خمسة في الحانوت مرحبا بك. كيفاش قلتي الحاج؟ قد ما يكونش. فعلا فعلا فعلا. تا هو حقلوا لي شي ياخذ بالفلوس ولا بلا فلوس. فعلا هذا محمد معيط راه معروف هنايا. ها؟ ياك؟ لا لا لا. والحاج ايه عارفين وضرافات وراجل حريفي. والله الا راجل حريفي ما عندي ما نقول. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اهلا كيدي ياك حقلو طالع للكزاره ياك. ايوا فعلا هذا الرجل راه تنقولوا للحباب تاعنا راه ما حناش لحقنا وقلنا محمد معيط. راه محمد معيط راه ضرافات وراجل مخير هنايا في السوق الاسبوعي بالاثنين بن حميد. وتنقولوا ليهم راه عندو الحانوت في المرشيد وراه ضرافات راجل مخير وتيصبر. عندك الفلوس خود ما عندكش خود. اللحمه كي دايره راه ضروبه زينه. عبد ما ياخذش الرباح بزاف. الحمد لله الحمد لله. اي تصليتي فيه؟ مرحبا 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 بسيادي مرحبا. صاحبنا اي ياك ما يخسرش ليكم. لا كيبرعنا في اللحم. بصحتكم بصحتكم. تنقولوا للحباب تاعنا راه محمد معيط راه يتيسر. الله يجعل بيه قول قول. امين امين امين. تدعوا معاه. اش قلت يا سيدي؟ عبد الواحد مرجان. ايه شعب. مرحبا مرحبا. هذا لامين تاع الكزاره تاع الحوانت وتاع السوق. الله يعاونك. كي داير بخير السي حمزه؟ الله يبارك فيك. ياك انت ناشط؟ الله يحفظك السي مصطفى. انت زدت غاليه شويه. غاليه على حسب كل حاجه واش. ها نعم هذا اللي كاين. وهي غلا بسطات على الحساب.
انت تزود كاينه السلعه فيها، كاينه السلعه وين هذاك فيها مقرر. ها؟ لا تاعت البلاد وين 70 72 75 على حساب على حساب كيما قال. ها نعم. وكلي تيشري المليح كلي يشري المليح ب 1600 وواحد يشري ملح منه ب 1400. واش كاين راك بشحال غتبيعوا اليوم السي؟ 75. ما فيش الشحمه بزاف. هذا مصطفى وترحان، هذا حمزه ولدو، عندهم الحوانت في شارع السوق او في المرشي تاع مدينه بنحمل. الله يجيب التيسير. هذا مصطفى سيدي حار هنايا في السوق الاسبوعي باثنين بنحمل، وعنده الحانوت في شارع السوق. الطرافات السي مصطفى نعرفوهم من الزمانات، ماشي يلاه عرفناه. هذا مصطفى ما عندي ما نقول، ما عندي ما نقول، هذه راه السدريه الهبره تبارك الله. عرفت شي حاجه رفيعه؟ بشحال تتبيع اليوم السي مصطفى؟ كي هنا كي الحانوت؟ بحال بحال تيقول لنا مصطفى. لا درافات، درافات وصديق تاعنا. فين؟ لا انت تعرف صاحبك؟ ما عندي بالكول. وقرا عارف المليح اللي جايبه. هذا عمك واحد خويا هنا في السوق الاسبوعي الاثنين بن احمد، خدام هاد الدروبه بحال الغلبيه تبارك الله، اللهم بارك وزيد في ذلك. بشحال بعتي قلتي اليوم؟ 14 الصباح، ديك السيمانه بعت 13 ولكن صباح اليوم السوق مزيود. صباح السوق مزيود، كل ما السوق مزيود شحال تبيع؟ غندير 12. وانت راه غتخرج على الجزيره ويقول لك خوه راه قال لي 12. والله تبعت ديك السيمانه. شحال خدتي عندو انت؟ انا خدت ب 14. خدت ب 14 مع عمك واحد ويلي خادم هاد الدروبه بحال الغلبي. هاتي رشلت الدروبه. سينا تبارك ياك؟ سيدي خد عندي ديك السيمانه ب 14 اليوم، 13 اليوم خلص لي ب 14 الكيسون. هو قال نيت الحاج مصطفى راه من حمداوي ياك؟ شي طلع ولا شي ولا منه؟ ريشه ريشه قصينا. ها؟ واش بغيت نرجع؟ لا خليه يشوف هو منين. ايوا مالي انا شفت ها؟ تبارك الله على السي احمد وصافي ياك بخير ناشط بعدا كلشي بخير الاحوال لا عندو الصحه عندو كلشي هذا اللي كان هاد خيرت شحال دايره اليوم 15 وكي داير السوق اليوم في ما فيها سلعاش غير بنادم تيبغي يدير كلهم عام نتلاقى كلهم عام نتلاقى هذاك الشيء هذا خيرات تنوريوها لجميع المشاهدين قناه الزيت المرجان والحمام تاعنا في المكان لا شي حاجه اللي طيب مع الخضره الصور حنا كندبحوا اسمها الطيب مع بعض مع الخضره